الآن نتحول مباشرة للعاصمة السودانية الخرطوم لمتابعة مراسم توقيع اتفاق السلام الذي يوقع في العاصمة السودانية بين طرفي النزاع في جنوب السودان، رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردييت وخصمه ونائبه السابق رياك مشار. نذهب للمتابعة. رياك مشار. ليه كبر الراجل ده؟ الآن نتابع ويتابع الجميع مراسم توقيع اتفاق الخرطوم للسلام في جنوب السودان. ما تعليقك على هذا الحدث الذي مراسم التوقيع إذن من قلب القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم بعدما استضافت السودان جولة المفاوضات هذه التي أعقبت جولة مفاوضات وصفت بالفاشلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كان الرئيس الإثيوبي أبي أحمد علي قد دعا إليها بعيد وصوله إلى سدة رئاسة الوزراء في بلاده. الرئيس السوداني قال مقررا ما بعد استضافة جولة المفاوضات هذه أنه سيتم فتح الحدود ما بين شمال السودان أو السودان وجنوبه في محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الجارية هناك. هذه المراسم التي يتم فيها التوقيع على اتفاق السلام، وكان الأنباء التي كانت واردة من السودان تقول أن جولة المفاوضات هذه قد تمتد لنحو أسبوعين، لكنها وبعد أيام قليلة على ما يبدو قد آتت أكلها. هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الجنوب السوداني سلفا كير مياردييت بقبعته الشهيرة التي يتحدث فيها مباشرة إلى خصمه وحليفه السابق رياك مشار منذ أكثر من عامين بعد محاولة انقلاب وصفت بالفاشلة من قبل رياك مشار نائب الرئيس آنذاك. وبعد ذلك تفشت الخلافات بين الطرفين في ضوء أزمة هي بالأساس تأخذ طابعا قبليا في جنوب السودان. هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان بالمواجهة في العاصمة السودانية الخرطوم. الخرطوم تتعامل مع جنوب السودان ربما بحسب بعض المراقبين باعتبارها من بين مناطق النفوذ الإيجابي التي يمكن لها أن تنشط خلالها. نتحدث كذلك عن بعض المغانم الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها وبعض المغانم التنموية كذلك التي يمكن أن تستأثر بها جنوب السودان إذا ما انفتحت على جارتها التي كانت جزءا منها حتى عام 2011. هذه اللقطات التي يحضرها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حيث تمت دعوته من قبل رئيس السودان عمر حسن البشير. القاهرة بدورها كانت قد استضافت جولات عدة هي والعاصمة الأوغندية كمبالا جولات لتوحيد الجبهة الشعبية لتحرير السودان لمحاولة أيضا ضخ دماء في شرايين الجنوب السوداني ومحاولة منع تفككه وتحلله الدولة التي كانت ولا تزال دولة وليدة ولم تحظى بما تستحق من أمارات تنمية في ضوء حتى بعض الثروات النفطية والمعدنية التي تتمتع بها جنوب السودان. مصر كانت قد قامت كذلك بمجهودات على المستوى الإنساني والصحي عبر المستشفيات التي دشنتها في العاصمة عاصمة جنوب السودان جوبا، العاصمة كذلك التي كانت وجهة لزيارة وزير الخارجية السيد سامح شكري وعدد من المسؤولين المصريين. كما كانت القاهرة أيضا قبلة لهذا الرجل الذي يوقع الآن بيمينه على هذا الخطاب، خطاب المصالحة أو اتفاق المصالحة بين طرفي جنوب السودان. سلفا كير مياردييت يوقع هذه الاتفاقية، اتفاقية السلام التي يرجو فيها مواطنو جنوب السودان بعدما عاشوا من شيئا كبيرا من الفقر ومن الجور ومن نهب الثروات بعد سنوات الصراع التي عاشوها. يتمنى مواطنو جنوب السودان أن تنتهي هذه الحقبة بلا رجعة، فيما يتمنى كذلك السودان الذي استضاف هذه الجولة من المباحثات بأن ينعم مواطنو جنوب السودان وأن ينعم
الجار الجنوبي له بدرجة كبيرة من الرخاء والاستقرار، ما من شأنه كذلك أن يشكل انعكاسا على واقع السودان الذي عانى كذلك من موجات نزوح هائلة باعتباره كان الوجهة المفضلة لأولئك الفارين من ظلم الصراعات ومن أزماتها. التوقيع الذي يجري الآن بحضور الرئيس السوداني عمر البشير بين طرفي الصراع في جنوب السودان، الرئيس والنائب السابق الرئيس سلفا كير مياردين ورياك ماشار. الصور إذن التي تلتقط ما بعد إتمام توقيع هذا الاتفاق بين طرفي الصراع في جنوب السودان، الرئيس سلفا كير مياردين ونائبه السابق رياك ماشار الذي كان طرفا له في أزمة كبيرة كانت في عام 2013 بعدما تم اتهامه مباشرة بمحاولة تدبير انقلاب عسكري ضد الرئيس سلفا كير مياردين في عام 2013 بعدما انفصلت جنوب السودان قبل هذا التاريخ بنحو عامين. هذا الاتفاق الذي يتم توقيعه بحضور وفي ضيافة الرئيس السوداني عمر حسن البشير وكذلك الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث يتم التوقيع إذن بين هذه الأطراف. والأنباء الواردة تقول بأن وقف إطلاق النار سيبدأ في غضون 72 ساعة فقط، وكما يتمنى الجميع أن يعم الهدوء في جنوب السودان، هذه الدولة الوليدة التي لم تحظى بما تستحق وبما كانت ترجو وتصبو إليه بعدما حرضت أو نالت ما نالته من محاولات انفصال كللت في عام 2011 بانتهاء علاقتها مع السودان. السودان التي كانت من أولى الدول التي قامت بالاعتراف بهذه الدولة، دولة جنوب السودان. هذه الأزمة التي كانت تعود أصلا ومنذ البداية إلى مصرع زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان زعيمها التاريخي جون جارانج، وقبل وصوله إلى صيغة توافقية مع الحكومة السودانية ومع النظام السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير. توفي الرجل أو قتل حتى هذه اللحظة، لا معلومة يقينية حول هذا، وإن كان الرجل قد قضى في تحطم مروحية جاء خلفا له سلفا كير
ميارديت لتنفصل جنوب السودان عن شماله وتتفجر بعد ذلك بنحو عامين أزمة خلافات طاحنة أفضت إلى صراع قبلي هو كان له نذر أصلا منذ البداية بين قبائل النوير التي ينتمي إليها رياك مشار وبين قبائل الدنكا التي ينتمي إليها رئيس جنوب السودان سيلفا كير مياردت. مراسم التوقيع لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة بحضور وفي ضيافة الرئيس عمر البشير وفي وجود الرئيس الأوغندي يوري موسيفني.